أنك وصلت. هذا المريض في حالة خطرة، لقد فقد الكثير من الدم وهو بحاجة لمساعدتك. من فضلك حرك الشاشة التي أمامك إلى اليمين وإلى اليسار كي نفحص. شوفي وين؟ لا، وجدنا مصدر النزيف. تلمس الشاشة أمامك حتى نحدد التشخيص. جرح. نعم، تماما كما توقعت. جرح عميق في الفخذ، وهذا يتطلب عيادة وبحاجة إلى جراح مختص. حتى نخيط هذا النوع من الجروح نحن بحاجة لخيط قوي ومبتكر. فلتختر من الشاشة التي أمامك. استلم الخيط. أحسنت. هذا الخيط الجراحي على فكرة هو الخيط الأنسب لخياطة الجروح الداخلية العميقة. عظيم. عظيم. حسن، بعض من القطب وننتهي، وبعدها مع العناية والأدوية سيتعافى المريض. أعطينا تليفون على الشاشة. ممتاز، قليل من الترياق على المنطقة المصابة. هذا المريض سيتحسن. عظيم. يا سلام. وعلى فكرة يجب أن نعطي المريض القليل من الترياق ليشربه حتى يشفى شفاء كاملا. Six.